مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم دايما معنا في حلقاتنا من الصحافه اليوم. هذه الحلقات اللي بنقول في احدى الصحف او المجلات المصريه القوميه كانت او الخاصه في عددها الجديد، اللي دايما بنطلعكم باهم اخبار هذه الطبعه الجديده. صحيفه اليوم هتكون الاخبار، وهيصحبنا فيها الاستاذ عبد السميع الدردير الصحفي بالجريده. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني أستاذ عبد السميع، خلينا نبدأ جولتنا من الصفحة الثالثة ونطالع الخبر السيسي لرئيس وزراء أستراليا ومفتي لبنان: الإرهاب خطر مشترك على كل العالم، دور مهم لعلماء الدين لمكافحة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام السمحة. هو ده الخبر اللي بيطلعنا من الصفحة الثالثة للأخبار. طبعا أكيد كلمة مهمة نتمنى أن هي توصل لكل العالم وليس لأستراليا فقط. طبعا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، وهو كان بيشكره أولا على جهد الرئيس السيسي في ترحيل صحفي جريستي اللي هو في القضية الشهيرة قضية الجزيرة. لكن اللي كان أهم أنه هو الرئيس الوزراء أعز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهداء ضحايا أحداث العريش، وأكد على التزامه بمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، وأنه الإرهاب أصبح تهديد مشترك يهدد العالم كله. فكانت الحقيقة الاتصال مهم تلقاه الرئيس. في نفس الوقت اجتمع مع مفتي لبنان وكان بحث معاه تجديد الخطاب الديني، وهي كانت فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو يعني كانت مبادرته أن هو لما خطب في الأزهر و يعني وجه بضرورة تغيير الخطاب الديني بما يواكب العصر. ولما سئل حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديفوس عن مبادرته، فهو أكد أن هو دعوته لا تمس العقيدة إطلاقا ولا أي عقيدة بما في العقيدة الإسلامية، إنما تغيير الخطاب الديني بما يواكب العصر وبما يدحض الأفكار المتطرفة والإرهابية اللي احنا بنعاني منها. لأن طبعا الدين الإسلامي دين قام على السماحة، وكل أديان حقيقة اللي ربنا نزلها سبحانه وتعالى، اللي كانت المسيحية أو اليهودية كانت بدايتها السماحة ونشر الدين كان بالسماحة. لكن طبعا اللي احنا بنشوفه من يتحدثون الآن باسم الدين وأفعالهم هم اسم على غير مسمى. طبعا مع الأسف لا يمت إلى الدين بأي صلة، يعني احنا ليس إسلاما وليس مسلمون وليس إنسانيون أصلا. يعني فالحقيقة العالم كله مهتم بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجامع الأزهر، وأصبحت الحقيقة تغيير خطاب الديني ضرورة ملحة. يعني ليس في مصر طبعا لوحدها، حتى في اوروبا وفي يعني احنا بنشوف برضو جماعات متطرفه اذا كانت جماعات يهوديه، وبعد طبعا حادثه فرنسا بدا يظهر ده بشكل اكبر يعني بالزبط. تمام. طيب استاذ عبد السميع، خلينا ننقل لملف الارهاب وهنرجع للصفحه الثانيه للاخبار. خبر مهم جدا بيقول: الجيش يستعد لعمليه قتل العقرب الكبرى في سيناء، وتحريات الأمن بتقول ثلاث مجموعات بينهم 60 فلسطينيا شاركوا في هجمات العريش، تصفية 8 إرهابيين وإصابة 10، والعثور على قاذفة صاروخ أمريكي داخل ورشة خردة. طبعا أكيد يعني إحنا مش عايزين نقول أو يعني الناس ما تفهمش من الخبر ده إن الجيش هدى من عملياته في سيناء، بالعكس هي العمليات مستمرة. والدليل طبعا إن إحنا لازم نشوف عملية بشكل كبير كل شوية، لأن من كتر الضربات الموجعة، حتى أنت يعني معروفة في الملاكمة في أي مباراة تانية، أنت من كتر ما بيتألم الخصم لازم تيجي منه ردة يعني فعل عنيفة. فعملية جديدة قتل العقرب، ودي عملية سموه يعني قالوا ان هي هتبقى كبرى، وتحريات بقى امن ثلاث مجموعات فيهم 60 فلسطيني وتصفيات، يعني العملية ما زالت مستمرة وبقوة اكيد. بالضبط. الحقيقة بداية تحريات الامن الوطني كشفت انه في ثلاث مجموعات شاركت في هجوم العريش الاخير، منهم 60 فلسطيني. واللي يهمنا في الخبر ما يهمناش الجنسية، إنما يهمنا إزاي اخترقوا الحدود المصرية. ده اللي كشفته تحريات الأمن الوطني. أما بالنسبة لعملية قتل العقرب، فدي بنسميها حتى مرحلة جديدة في مواجهة الإرهاب، خاصة بعد تعيين
الفريق عسكر لقيادة منطقة شرق القناة، وبقى هو مخول بالتنسيق بين الجيش الأول والثاني وبين الشرطة والجيش، وهو بالأساس مكلف بملف مواجهة الإرهاب، مواجهة الإرهاب مواجهة مباشرة وعن طريق استخدام القوى الأمنية، ما حدش يقدر يعني ينكرها، إنما كمان إن هو مكلف بتنمية سيناء في العشرة مليار جنيه اللي تم تخصيصهم ليه. فإنما عملية قتل العقرب دي عملية مرحلة جديدة، وسميت بقتل العقرب حتى بيقولوا إنه العمليات اللي بتشهدها سيناء هي عبارة عن لدغات عقرب من بسموم الإرهاب، ولها يعني تكتيك معين في مواجهتها. نتمنى التوفيق والسداد. طيب، هي يعني برضو من أحد الحاجات المهمة اللي بنقراها من تفاصيل الخبر، 60 فلسطيني زي ما قلنا شاركوا في هجمات العريش، فكرة دخولهم. طبعا احنا عندنا تصفية 8 إرهابيين وإصابة 10، العثور على قذفة صاروخ أمريكي، يعني فكرة ان احنا الإرهابيين وصل لهم تطور نوعي في الأسلحة، قاذفة صواريخ وقاذفات دبابات أمريكية، يعني ما شفناش الكلام ده إلا مثلا في الحرب العراقية فقط، يعني حاجات يعني التطور النوعي في الأسلحة كمان وفي استخدامها ضد الجيش المصري. هو احنا فعلا مع الأسف يعني زي ما قال الرئيس السيسي، احنا بنواجه أخطر وأكبر تنظيم سري في العالم. يعني الأسلحة ما هوش مجرد تنظيم، ما هوش مجرد اسم ولاية سيناء أو أنصار بيت المقدس أو بقوا مؤخرا اسمهم داعش، وهم في الأساس يعني على يعني جماعة أعلن عنها قيادات الإخوان المسلمين نفسهم، وقالوا إنه الأحداث اللي بتحصل في سيناء مش هتتوقف غير لما يرجع اللي هو رئيسهم المخزون، إنما هي أسماء متغيرة. إحنا دلوقتي ما بنواجهش مجرد تنظيم أو مجرد أسماء متغيرة، إحنا بنواجه فعلا دول مخابرات، مجموعة دول فعلا. بالضبط بالضبط، في سلاح أمريكي وسلاح إسرائيلي، وكل يوم بنكتشف جديد في التطورات. وداعش بتستخدم النفط العراقي وبتصدره وبتاخد فلوس، يعني في فعلا لعبة كبيرة جدا زي ما الرئيس قال، ان في لعبة استحالة تكون جماعة او منظمة هي اللي بتقوم بده، ما كانتش بمساعدة دول ومرسوم لها مخططات من أجهزة مخابرات، استحالة تكون مجرد منظمة، وإلا كان الإخوان المسلمين قدروا يعملوا نفسهم كده، لأن هم يعتبروا أكبر يعني تنظيم على مستوى العالم باسم يعني الإخوان المسلمين هنا وهنا وهنا، وعندهم أموال دايرة في كل حتة، هم ما قدروش يعملوا ده، لكن داعش قدرت تعمل ده. وربما هم قدروا يعملوا ده بتنسيق مع مخابرات دول أخرى. احنا شفنا وفد منهم التقى يعني دخل الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية، ولهم انتشار في العالم كله، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المتطرفة. احنا ما نقدرش نفصل الحقيقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين تنظيم داعش. تنظيم أنصار بيت المقدس اللي بشر به كان البلتاجي أولا، ثم تحول نفس التنظيم إلى مبيعة ما يسمى بالخليفة البغدادي، وسمى اسمه ولاية سيناء نفس التنظيم، ثم أصبح فرع من أفرع داعش في مصر. وده أكيد يا أستاذ عبد السميع، ده أكيد ده المفروض المخابرات وكله يستخدم ده دليل إدانة للإخوان المسلمين، إن يعني اللي انتوا بتعملوه أو اللي انتوا بشرتوا بيه بيحصل دلوقتي، دليل على إن في اللي بيرسم لكم، وإن المخابرات انتوا بتتعاونوا تعاون مخابراتي عالي المستوى، إذا كان مع أمريكا أو إنجلترا أو أي من الدول اللي هدفها طبعا تقسيم المنطقة. احنا ده كمان دور الاعلام ودوره، ان هو بيفكر الناس انه تنظيم انصار بيت المقدس ده هو نفسه تنظيم داعش. ما حدش يجي بعد سنه ويقول انه تنظيم داعش ظهر بعد زوال الاخوان المسلمين في مصر. لكن التدريج بتاع الجماعات ومسمياتها وعملياتها النوعيه هم اللي بشروا بيه جماعات الاخوان المسلمين. طيب، خلينا نتنقل للصفحة الرابعة والوقفات المؤيدة لجيشنا العظيم. فمن الصفحة الرابعة بنتابع الخبر، وقفة حاشدة هتفوا خلالها الجزيرة فين الأئمة هم،
انتفاضة الوعاظ ولا إما ضد التطرف والإرهاب، المفتي لا نخشى الإرهابيين، ووكيل الأزهر سنواجه أعداء الوطن. طبعا يعني الأئمة دايما في كل مرة كانوا دايما بيتظهروا بمظهر المحبين للوطن، ودائما ده يعني أكيد إذا كان في بعض الأئمة أو بعض من يدعون إن هم شيوخ أو أئمة وهم يعني للأسف يعني ما يصحش القول عليهم كده، لكن عندنا ناس كتير من خريج الأزهر ومن خريجي يعني الجامعات الدينية المهمه على مستوى العالم، وطبعا اهمها جامعة الأزهر لان هي منارة الإسلام لمده 1000 عام على الاقل لحد الان، يعني شايفين الأئمة بتنتفض برضو مره تانية، وما زال منتظرين منهم انتفاضة في الخطاب الديني، وده زي ما سيادة الرئيس قال. بالظبط. الحقيقه ما كانتش انتفاضه الائمه بس، كانت انتفاضه الائمه وانتفاضه المعلمين، كان الصحفيين عاملين وقفه من يومين. صحيح. في يعني معظم فئات وكل اطياف المجتمع انتفضت ضد الاحداث الارهاب، خاصه بعد احداث العريش والهجوم على الكتيبه 101، الهجوم المؤلم الدموي الاخير. لكن انا عايز اعلق على موضوع الائمه ده، انا الحقيقه ما يهمنيش ان انا اشوف الائمه هم بيهتفوا وقدام في مسجد، يهمني ان هم بيوعوا الناس على المنابر. صح. بيغيروا فعلا في الخطاب الديني اللي هو اصبح مشكله دلوقتي، هو ازاي الجماعات المتطرفه دي بيمسحوا ادمغه الشباب في سن معين ومقسمينها كاتيجوري كده بشكل غريب جدا، ان هو ازاي يقنع شاب عنده 18 من 18 ل 22 سنه ان هو يفجر نفسه. فهو ده اللي يهمنا، يقدم واحد يقتله ويقطع رقبته. يعني ننتظر انتفاضه الائمه على المنابر في تجديد الخطاب. طيب هي في دعوه ليوم 6/2، ايه رايك فيها؟ يعني هي مش دعوة واحدة، هي مجموعة دعوات. دعوات للخروج في الحقيقة، هو الدعوات دي لإعادة التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هو التفويض مستمر. مستمر. فهو ده السؤال، هل احنا محتاجين ان احنا نعيد التفويض؟ التفويض ما انتهاش، الناس منتظرة النتائج الحقيقة. انما هو حصل بالفعل ان هو يعني الكتلة الصلبة اللي تحدث عنها الرئيس، وصورة شهيرة طبعا اللي كانت مع الأزهر والكنيسة وكل أطياف المجتمع، كل دول هم فعلا كتلة صلبة اللي بتعبر عننا، بتعبر عن المجتمع. فهم بالنيابة عننا هم وقفوا تاني وطلبوا الرئيس بأنه التفويض مستمر ولابد من الاستمرار في القضاء على الإرهاب. واحنا شفنا ده في إجراءات الحقيقة، اللي هو الإجراءات الجديدة اللي اتخذها. بس هناك بعض المخاوف برضو، يعني ان احنا بنقول خلاص يعني خلونا نعمل ونسيب بقى الوقفات دي تاني، لان الوضع الامني برضو لا يحتمل ان ممكن حد يعمل عملية امنية تفجير او غيره داخل هذه التجمعات. في نفس الوقت زي ما احنا قلنا، احنا مش محتاجين نفوض الرئيس تاني، اختيارنا ليه واستمراره في الرئاسة هو مجرد استمرار التفويض نفسه. بالظبط زي ما حضرتك ما بتتكلم، لكن ربما تكون الدعوة الهدف منها في الأساس هي مواجهة الدعوات التحريضية اللي دقبت عليها الجماعة في الآونة الأخيرة. واحنا شفنا المذيعين بيخرجوا من تركيا والإعلام بيتكلم انه بيانات في منتهى الصفاقة الحقيقة بيهددوا الأجانب ان هم لازم يخرجوا من مصر في حدود 11 فبراير، وعاملين جدول زمني للعمليات بتاعتهم، والبيانات اللي خرجت بتطالب بقتل ضباط الجيش والشرطة وكلها منتشرة على. فالهدف الحقيقة كان من الخروج هو مش مهوش إعادة تفويض بقدر ما أنه هو تحدي وصمود من الشعب المصري. نحن بنقول للعالم كله لا، تعالوا استثمروا عندنا، السياحة لازم تستمر، احنا مش خايفين، انتوا كمان لازم ما تخافوش. فهي في رسائل ضمنية أخرى ما وراء عملية التوفيق للرئيس. طيب أستاذ عبد السميع، خلينا نرجع تاني للصفحة الثالثة، وما زلنا مع ملف الإرهاب، وطبعا بنقرأ خبر للأسف حزين جدا، داعش يحرق الطيار الأردني حيا. يعني طبعا يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا
يعذب بالنار إلا خالق النار الله سبحانه وتعالى. فكيف يعني تقرأ أن من يدعون أنهم مسلمين ويتحدثون باسم الإسلام هم طبعا براء عن كل ده، بس فكرة أنه يحرق إنسان حي ويصوره ويعلن؟ طبعا بعد اللي يقطع رقبة واللي يذبح بني آدم ويعلق رؤوس، طبعا احنا مش هنستبعد أي حاجة تانية يعني، أكيد ما نستبعدش أي حاجة. الحقيقة الخبر الصورة نفسها صورة مفجعة، ويعني تصيب بالاكتئاب لكل من هو من صحيح. يرى هذا هذه الصور ويشاهد يعني الفيديو. لكن احنا شفنا منهم الحقيقة الأخبار دايما حتى بتسميهم كفار بيت المقدس، ما هماش إنما هما فعلا. طيب يعني مش هنلاقي حاجة بعد، مش هنلاقي حاجة ممكن نشوفها تاني بوسائل تعذيب أبشع من كده. الذبح والقتل وسبي النساء إحراق الناس حي وإحراق، يعني دي أبشع صورة لم يكن أحد يتخيلها أننا نشوف منظر بالشكل. طيب أستاذ عبد السميع، هو هنا في نقطة يمكن تكون غايبة عن ناس كتيرة، بس بما أننا إعلاميين أنا عايز أكلمك فيها. فكرة البروباجندا أو الشو الإعلامي اللي هم بيعملوه ده دليل برضو على أن هم مش ناس عاديين، ودليل على أن ده حاجات مدروسة. الشو الإعلامي اللي بيقدموا نفسهم أن هم لا يقهرون، أن هم قادرين على عمل أي شيء، أن فكرة أن احنا هنبادل الأسير الياباني بمش عارف بساجدة، طب مش هنيجي، طب عندنا مش عارف إيه، طب مش مهم اذبح، طب مش مهم احرق، هي هتتعدم بكرة إن شاء الله، يعني حسب آخر الأنباء اللي جاية من الأردن إن هي مجموعة هتبقى فجر الأربعاء هيقوموا بإعدام ساجدة مع مجموعة أخرى من الإرهابيين في الأردن، وده طبعا هيكون رد يعني أقوى رد على يعني هذا القتل البشع للطيار الأردني اللي هو في الأساس أسير. فكرة استخدام الإعلام وداعش يعني كل أدواتها بروباجندا فعلا. أنا بوافقك تماما في الطرح اللي حضرتك طرحته، وده شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، أنه إيه السبب اللي خلى البشمركة بداية يعني انسحبت لداعش، ولما غزت المناطق في القرب من كردستان العراق والجيش العراقي نفسه، وكل ده بسبب البروباجندا اللي حضرتك بتكلم عليها، انه في الدواعش وصلوا اللي بيذبحوا الناس، اللي بيسبوا النساء، اللي بيعملوا كذا. فكل ده زي بالضبط فكره التتار، يعني لما غزوا وتصدت ليهم مصر، فكان صيتهم بيسبقهم الحقيقه، انما كعدد وكعتاد ما هماش بقوه البروباجندا اللي ما هماش بقوه جيوش ال 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 يعني البلدان اللي بيحاربوها فعلا. هو الخوف، زرع الخوف، هو زرع الخوف بالظبط. وبعدين ما احنا بنطالب كل دول العالم ان هم يقفلوا مواقعهم على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عشان نقلل منه، علشان انما لا حياة لمن تنادي. تمام. طيب خلينا ننتقل على ملفات مصرية، هنروح لصفحة تانية للأخبار ونتوقف عند هذا المنشط. محلب يلتقي برئيس الوزراء ووزير المالية وكبار المستثمرين. مشروعات كويتية باستثمارات 3 مليارات جنيه، وزير الإسكان 150 مليون دولار من الصندوق الإنمائي للصرف الصحي بالقرى الفقيرة. طبعا كانت جولة ناجحة جدا لرئيس الوزراء محلب في الكويت، والتقى خلالها بمجموعة من رجال الأعمال، وأخذ وعد حتى من شركة الخرافي أنهم هيعملوا مصنع لميتسوبيشي في محافظة إنا، وده كان خبر سعيد جدا، يعني ساعدني على المستوى الشخصي أنها في محافظتي يعني في الصعيد، وده مهم جدا لتنمية المنطقة دي. طبعا يبقى في عندنا شركات عالمية ومصانعها موجودة في مصر بيدل على أن في استثمار وهنشغل عمالة، وأهم حاجة تنمية منطقة الصعيد لأن هي فعلا الأفقر على مستوى الجمهورية يعني. بالضبط. كمان في المبلغ ما هوش يعني المبلغ مهم جدا، 3 مليار دولار هو فعلا دولار مش جنيه الحقيقة.
فالمبلغ مهم جدا، مبلغ ان هو تشارك بيه دولة الكويت، ودي كانت نتائج رئيس الوزراء الحقيقة الناجحة اللي اختتمت النهاردة في الكويت مع مجموعة من الوزراء. طيب هنخلص أخبارنا من جريدة الأخبار وحوار أجرته الجريدة مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، هو في الصفحة 7 للأخبار. مخيون قال فيه: السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية والإفريقية، النور حزب سياسي وليس ديني، مستحيل ترشح إخوان على قوائمه. طبعا احنا عارفين ان حزب النور دايما بيجي قبل الانتخابات وبيجي في أوقات معينة بيبقى له ردود أفعال وبروباجندا، بيحاول ان هو يبعد شوية بعد ما التصق اسمه باسم الإخوان، بيحاول يبعد ويفصل نفسه بشتى الطرق عن هذا عشان هو مازال عنده طموح سياسي في مصر. هو طبعا حزب النور عنده طموح سياسي في مصر، محدش يقدر ينكر ده، لكن احنا بنقول لهم يا ريت تخلعوا عباية الدين قبل ما تدخلوا في السياسة. هو بيقول ان هو حزب سياسي وليس ديني، لكن على خلفية دينية الحقيقة، واحنا عندنا الدستور بيمنع إقامة احزاب على هو خلفية. كان فعلا كان حزب قائم الحقيقة، وهما بيثبتوا كل فترة انهم حزب سياسي، لكن نفس الشعارات دي ونفس بنسمعها أكتر من مرة، أنهم لا يسعون إلى السلطة، فقط في يريدون يعني مقاعد في البرلمان ومنفعة الناس، والكلام اللي سمعناه من الإخوان قبل كده برضو. بالضبط، لكن نتمنى أنه حتى الترويج لمرشحيهم في البرلمان ما يعتمدش على أي شعارات دينية أو أي نزعات أو ميول، ونتمنى أن هم أدائهم يختلف فعلا عن استخدام الدين إلى استخدام السياسة ولعب السياسة لو هم عايزين يلعبوا سياسة ويفيدوا الناس، أهلا بيهم. نتمنى ده. أستاذ عبد السميع الدردير الصحفي بجريدة الأخبار، أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا. أشكرك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، دائما الشكر موصول لحضراتكم على متابعة حلقتنا من الصحافة اليوم، نتمنى دائما أن تتابعونا. إلى اللقاء.